يا صباح الخير والسعادة عليكم، يسعد صباحكم بكل الحب. يوم جديد وصباح جديد من صباح البلد، بنكون معاكم في كل يوم الساعة 8 بالظبط ولحد الساعة 10 بموضوعات وفقرات مختلفة. وصباح الفل يا نهاد. صباح الفل يا لميس، ايه رأيك في الفرحة بتاعت امبارح؟ يا ما بصي باين عليها. ايوه عارفة، كلنا نايمين مبسوطين جدا. صحيح. وتحسي كده انه الجو سعادة. كان سعادة من امبارح، وبعدين تلاقي الشوارع تحسي ان احنا اللي بنلعب، فكرة يعني ان العرب كلهم كده على فرحة واحدة. بجد الف مبروك. أيوة. وصباح الفل عليكم. زي ما لميس قالت لكم، حكومين دلوقتي ولحد الساعة 10 فقرات كتيرة متنوعة، والف مبروك للمغرب. الف مبروك ليهم، والحياة زي ما انت قلتي فرحة ما بعدها فرحة، فرحة كبيرة بتعيشها القارة الافريقية والدول العربية، مش المغرب لوحدها على فكرة. وده بعد الانجاز اللي ممكن نقول عليه اعجاز، هو اعجاز الحقيقة اللي حققه المنتخب المغربي في بطولة كأس العالم المقام في قطر. أسود الأطلس قهروا يا جماعة المستحيل، حطموا كل الأرقام وكل التوقعات، وصعدوا للدور قبل النهائي في المونديال لأول مرة في تاريخ المنتخبات الأفريقية والعربية. وفعلا موازين الكورة تحسوا كده اتغيرت في بطولة كأس العالم بالدوحة. كل التوقعات يعني بنصحى نلاقيها حاجة مختلفة. يمكن المونديال ده هو مونديال المفاجآت بالنسبة لنا. فعلا يا لميس، فعلا يعني عارفة الحاجة كده يعني ما توقعناهوش. وفعلا أمال المغرب... عندنا أمال، عندنا طموحات. تفتكري والحمد لله تفتكري ينجحوا؟ تفتكري ينجحوا؟ يا رب. فعلا يعني بجد والله فعلا فرحة كبيرة جدا كلنا عايشينها، مش المغرب لوحدها، لا فعلا كلنا. المنتخب المغربي قدر بعد تصدره ومجموعته في دور المجموعات، وبعد كده بعد الماتادور الاسباني في دور ال16، وبعد كده جه الدور على الدون كريستيانو ورفاقه المنتخب البرتغالي عشان يصعد اسود الاطلسي للمربع الذهبي. ولسه من حق المنتخب المغربي ومن حقنا كلنا نحلم بصعود المغرب للمواجهه النهائيه ان شاء الله. طموح يعني ما فيش بعده طموح، وده اكيد نتاج التخطيط الجيد اللي بتشهده الكره المغربيه. بجد صحيح. بجد فرحانين ومبسوطين، ويا رب يقدروا ان هم يصعدوا ان شاء الله. يصعدوا ما فيش حاجه بعيده. صح. طول ما هم مركزين في الملعب ايد هم واحده. بصي عارفه زي ما بيقولوا كده استقتلوا امبارح، يعني رجاله جدا هم منتخب رجاله. بس ما تقوليش برضو ان كريستيانو قطعش قلبك وهو بيعيط. هو امبارح كان ترند الحقيقه. الفيديو بتاعه وصورته وهو بيبكي. انا كنت يعني كانوا الاثنين ترند، سواء المنتخب المغربي كل الناس بتعمل شير وفرحانين. وكل الناس بتبارك في الوطن العربي طبعا. طبعاً. وفي نفس الوقت طبعا قصه ان كريستيانو اخر ماتش ليه كمان، فحاسس انه لا يعني كان المفروض يطلع بنجاح، بس يلا معلش هارد لك بقى. يعني الحمد لله نصيب المنتخب المغربي، واحنا معاهم في ظهرهم، شجعهم نشجعهم دايما. لحظه عندنا امال، عندنا طموحات كبيره، يعني ان شاء الله نشوفها متحققه على ارض الملعب ومتابعين. وهانت. ايوه هانت خلاص. خلونا بقى نقول لكم فقراتنا ايه اللي هتتابعوها النهارده على مدار الحلقه. كالعاده بنبدا معاكم بفقرتنا الرئيسيه الصحفيه، بيكون معانا مجموعه من ابرز واهم الاخبار ومنشطات الصحف. هيكون ضيفنا النهارده في الفقره الصحفيه الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكاله انباء الشرق الاوسط. والفقره الثانية فقرة مهمة جدا، وهنتكلم فيها عن إهمال الأهل للأولاد، مش بس إهمالهم في التربية، ولكن كمان إهمالهم في أنهم يديهم المشاعر الكافية. وده هيكون من خلال لقائنا باللايف كوتش الدكتور هبة مشالي. إن شاء الله تكون فقرة مميزة. ده حقيقي إن شاء الله. دي أهم فقراتنا النهاردة. تعالي بينا كده طمنينا على حاله الطقس للصبح. الصبح برد وبالليل حر بجد، بس احنا عايزينه يفضل مستقر يعني كده. الصبح بدري قوي تلج، على الظهر كده بتلاقي الدنيا طمنينا بيبقى حلو. تعال نشوف درجات الحراره ونعرف التفصيل. يلا بينا. نشوف بالتفصيل حالة الطقس النهاردة. وبيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر. معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. ده بشكل عام. طيب درجات الحرارة هتكون إيه في بعض محافظات الجمهورية؟ تعالوا نستعرضها مع بعض بالتفصيل، ونبدأ من القاهرة اللي هتكون 24-15.
الإسكندرية 23-14، الإسماعيلية 25-12، الدقهلية 25-14، الغردقة 27-17، وأخيرا المنيا 24-9. تعالوا بقى ننتقل لبعض العواصم العربية والعالمية، ونبدأ من الرياض اللي هتكون فيها درجة الحرارة 19-11. بالنسبة لأبو ظبي 26-22، أنقرة 14-8، لندن 1-2 تحت الصفر، واشنطن 9-2، وأخيرا بكين هتكون درجة الحرارة فيها النهاردة 4-5 تحت الصفر. ودي كانت درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية وفي بعض دول العالم. بعد ما تعرفنا على أحوال الطقس نروح نعرف أسعار العملات النهاردة أخبارها إيه. يمكن الدولار الأمريكي نزل كده نزول طفيف جدا، تعالوا كده نستعرض مع حضراتكم إيه أخبار الأسعار النهاردة. وهقول لكم الدولار الأمريكي سجل النهاردة للشراء 24.54 جنيه، أما للبيع 24.59 جنيه. أما اليورو فسجل للشراء 25.74 جنيه، أما للبيع 25.92 جنيه. الجنيه الاسترليني سجل للشراء 29.83 جنيه، أما للبيع 30.08 جنيه. أما الريال السعودي فسجل للشراء 6.52 جنيه، أما للبيع 6.54 جنيه. والدينار الكويتي 77.30 جنيه، أما للبيع 80.14 جنيه. ودي كانت أسعار العملات النهاردة. رأيكم كده تقوموا معانا وتعملوا شوية تمارين رياضية وتفرفشوا كده على الصبح وتنشطوا؟ يلا بينا نتابع الرياضة. يا صباح الفل والنشاط، جمعنا مع التمارين البسيطة الخفيفة نقدر نعملها في البيت قبل ما ننزل، معايا ومع كوتش سارة. صباح الفل يا سارة، عاملة ايه؟ كله تمام؟ النهارده هنعمل حاجة سهلة قوي. يا ريت يا سارة. استريتشنج. حلو. استريتشنج مهمة جدا جدا جدا، مش بس قبل التمارين، هي ممكن تبقى تمرين لوحدها وفي نفس الوقت برضو بعد التمرين وبعد ضغط يوم طويل، مشاوير كتير، سواء كل العضلات بتبقى مشدودة طبعا. الكتاف. ازاي النهارده نتعلم ازاي نعمل استريتشنج بسيطة سهلة لكل عضلات جسمنا؟ حلو قوي، هتفكنا وفي نفس الوقت هتساعدنا ان احنا نتمرن احسن. حلو قوي، يلا بينا. احنا هنعمل فول بادي ستريتشز، هنعمل الجسم كله بالظبط. هبتدي معاكي من تحت الاول. ماشي. أوكي. خلاص. فاحنا هناخد خطوه قدام وخطوه لورا، خطوه كبيره. وهطلع بجسمي لقدام شويه، ايدي كمان لقدام، ده صح كده للكولف. اوكي، احنا فاردين الرجل اللي ورا، اللي ورا مفروده. أوكي. كل ما بميل لقدام كل ما الاسترتش بقى اقوى. حلو. هنبدل. بنستنى في كل استرتش ما يقلش عن 10 ثواني. 10 ثواني يعني. ماشي. نعد 10 ثواني يعني مع التمرين. 10 عدات بالراحه، 1 2 3، لو نعرف نحسب ستوب ووتش، لو نعرف نحسب على الساعه. طيب التمرين اللي بعد كده هنعمل للعضله الاماميه بالظبط، فهنمسك في حاجه جنبينا عشان نحافظ على التوازن بتاعنا، وبنمسك من عند رباط الجزمه. اوكي. انا ماسكه من جنب بعض. اهم حاجه الرجل جنب الرجل، الركبه جنب الركبه. اوكي. وايدينا للجنب، ضهرنا مفتوح. نستنى برضو 10. ولو مفيش توازن عادي نمسك في حيطه، نمسك في اي حاجه، مفيش مشكلة. تمام. هنبدل هنا، ممكن امسك هنا عادي. بقى بعد ما نمسك نحاول نسيب عشان نبني عنصر التوازن. حاضر يا سارة. بعد كده الخلفية هنحط كعب قدام، ركبي اللي ورا متنية. بحاول على قد ما اقدر ان انا البس المس مش رجلي. دي الحتة دي اللي ورا كلها، الخلفيات كلها بننزل. نحاول نمسك هنا، ركبي اللي ورا ما تعديش مش رجلي، زق خدي لورا خالص ونازلة ماسكة جزميكي او مش رجلي. حلوة قوي. هنبدل بالراحة ونطلع بالراحة. الاسترتشنج مهم جدا البطء فيها علشان دي اطالة، فلو شدتيها مرة واحدة ممكن يحصل تعمل اصابة مشكلة. كده هنعمل بعد كده كروس للرجلين، رجل على الرجل اللي بره، هروح ناحيتها. اوكي. يعني رجل اللي بره ماشي، احنا كده ناحيتها وهلف قد ايه بقى يعني؟ خمسة من عند الحوض والف جسمي ورقبتي لفوق. هنبدل. بنسبة 10 عدات. ماشي. ايديا هنا، هدور كتافي
واروح لقدام ادور كتفي يعني اطلعها لقدام ادورها لقدام وادخل بطني لجوه افتح رجلي حاجه بسيطه وهشد ايدي لقدام وظهري لورا بس ستريتش لعضلات الظهر عضلات الظهر والكتف شويه برضو الحته دي ايدي ورا هنا ماشي وهزق لفوق على قد ما اقدر ونسبه بعد كده هناخد الرقبه على جنب وازق كتفي لتحت خالص ما شدش جامد برضه بالراحه يعني شويه كتفي لتحت ورقبتي العكس بعد كده راسي بتزق كتفي وكتفي بيزق راسي اوكي بريح كتفي اللي بعمله ستريتش لا تمارين بتفك فعلا الجسم جدا يعني. جدا جدا هتحسي براحه بعد كده الاحماض الامينيه بتخرج بره حلوة الزيادة بتخرج بره الجسم ايدي الثانيه نتنفس كويس مع الاسترتشنج لازم لتحت مش لفوق كده غلط ممكن لفوق كده تمام اوكي تمام دي زاويه ودي زاويه حلو تمام وبنلف كتفنا لورا لقدام حاجات بسيطة بس مهمة وبتفرق جدا جسمنا هيفك عن الستريس اللي فيه بتفرجي الأحماض الأمينية الزيادة اللي موجودة جوه العضلة حتى اللي مش قادر يعمل بويتس وتمارين صعبة وبتاع دي حاجات بسيطة حتى لو بدأنا بيها الصبح كده والكتاب ده حقيقي ميرسي يا سارة ميرسي جدا يا سارة باي باي ومن فرح والتمارين الرياضية اللي دايما بنتابعها معاها تعالوا كمان نروح لرشا نتابع معاها موجز لأهم الأخبار شكرا لميس صباح الخير وإلى موجز أخبار صباح البلد يستقبل سامح شكري وزير الخارجية اليوم بمقر وزارة الخارجية وزير خارجية مقدونيا الشمالية بويار عثماني رئيس مجموعة الشركاء المتوسطيين لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية ويجري الوزيران مباحثات ثنائية مشتركة يعقبها عقد مؤتمر صحفي مشترك يستأنف مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء صندوق مصر الرقمية ويعد مشروع القانون أحد أهم التشريعات الهامة في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي والذي يعد من محفزات النمو الاقتصادي وبناء اقتصاديات تنافسية ومتنوعة ومجتمعات حديثة جذابة للاستثمارات تجتمع اليوم لجنة الإسكان بمجلس النواب لاستكمال دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها ومشروعي القانونين المقدمين من النائبين إيهاب منصور وعمرو درويش وعشر عدد أعضاء المجلس لكل منهما في ذات الموضوع وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية تبدأ محافظات الجمهورية اليوم التطبيق الفعلي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن العاصمة أنهت استعداداتها لإصدار تراخيص المحال عن طريق 37 مركزا تم تجهيزها لتغطية أحياء القاهرة كافة لافتا إلى أن القانون يقوم على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلا على المواطنين للمساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار رياضيا تقام اليوم أربع مباريات في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز حيث يلتقي فريق غزل المحلة مع الداخلية في الثالثة إلا ربع عصرا على استاد المحلة فيما يلتقي في الخامسة مساء كل من فريق طلائع الجيش مع المصري البورسعيدي على استاد بورسعيد على استاد السويس الجديد وفريق سموحة والمقاولون العرب على استاد الإسكندرية هذا وتختتم مباريات اليوم في السابعة مساء بلقاء فريقي الزمالك وبيراميدز على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري
ويلتقي فريق ليفربول اليوم في الرابعة عصرا مع فريق ليون الفرنسي في إطار منافسات بطولة كأس سوبر دبي 2022. وتقام بطولة كأس سوبر دبي بمشاركة 4 أندية أوروبية، وهم ليفربول، أرسنال، وميلان الإيطالي، وليون الفرنسي. نهاية الموجز، والآن إلى حضراتكم هذا التقرير. شكرا رشا، وأكيد في انتظار فقرة الصحافة اللي بتناقش فيها أبرز وأهم الأخبار مع ضيفك الكريم. أما دلوقتي بقى فأسيب حضراتكم مع تقرير عن أسماء الشوارع، والنهاردة تقريرنا عن شارع حي الحسينية. تعالوا بينا نتابع. حي الحسينية، سمي الحي بهذا الاسم نسبة إلى جماعة الأشراف الحسينيين الذين جاءوا من الحجاز واستقروا بتلك المنطقة، وكان ذلك أيام الملك الكامل محمد بن العادل، وقيل أنهم طائفة من الفواطم. تعالوا مع بعض نروح نتابع تقرير تاني ونشوف سفير اليابان وهو بيمنح دكتور زاهي حواس وسام الشمس المشرقة. تعالوا نشوف التفاصيل. بمقر منزل السفير الياباني في القاهرة أقيم حفل تكريم للدكتور زاهي حواس، حيث حصل على وسام الشمس المشرقة من إمبراطور اليابان ودولة اليابان. كان ذلك بحضور العديد من الشخصيات العامة والوزراء والفنانين. الحقيقة ده يعني وسام على صدري، وأنا سعيد جدا النهاردة بهذا التكريم. وأنا يعني علاقاتي باليابان ممتدة من مدة طويلة جدا، من خلال أن احنا التعاون المشترك. أولا اليابان يمكن هي من الدولة الوحيدة اللي عملت حاجات كتير جدا في الثقافة، بنت الأوبرا، المتحف المصري الكبير، خدنا منهم أكتر من 800 مليون دولار لون يعني سلفة. لكن الحاجات الجايكة اللي عملته في تدريب الأثريين وتدريب المرممين، الحقيقة أعمال عظيمة جدا. والمتحف المصري ده رسالة مهمة جدا للعالم كله، والعالم كله بينتظر هذا المتحف. الحاجة الثانية المعارض الأثري، احنا بعتنا معارض كتير جدا، لكن أهم معرض بيحبوه اليابانيين توت عنخ آمون. فيعني احنا طلعنا يمكن 3 معارض لتوت عنخ آمون في اليابان، شافها ملايين في كل مكان. لأنك لو قلت مصر في اليابان يقولك كليوباترا، توت عنخ آمون، نفرتيتي. الحاجة الثانية أن أنا حضرت في اليابان، رحت أكثر من 8 مرات، عملت برامج تلفزيونية كتير جدا هناك. اتنين، في واحد عالم أثر شاب صغير بيلبس برنيطة فسموه ليتل زاهي، زاهي الصغير. فأنا يعني سعيد جدا بعلاقاتي مع اليابان، وعاملين طبعا هنا أكثر من 12 بعث أثرية بتعمل في الأثر، وعاملين اكتشافات مهمة جدا. فأنا يعني سعيد النهاردة أن من خلال الوسام اللي أنا حصلت عليه بقول أن اليابان في قلوبنا كلنا. لأن أنا في 1905 حصل أن لما اليابان انتصرت على روسيا، مصطفى كامل كتب كتاب مهم جدا بلاد الشمس المشرقة، وبتكلم عن انتصار اليابان. فواضح من البداية من مدة طويلة جدا أن الشعب المصري بيحب الشعب الياباني. لكن النهاردة أنا كنت سعيد بكل أصدقاء اللي حضروا هذا التكريم. The friendship between Japan is very much. الصداقة بين مصر واليابان جوانبها متعددة وعميقة للغاية، لكن مركز هذه العلاقة هو التعاون الثقافي، والدكتور زاهي حواس ساهم كثيرا في تعزيز التعاون الثقافي بين مصر واليابان، ولهذا تم منحه هذا الوسام تكريما لدوره في تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين. مثل هذه الأنواع يعني من التكريمات لشخصيات مصرية، هي في الواقع هي بتمتد إلى الشعب المصري كله. يعني هو طبعا تم تكريم مصر كلها في شخص الدكتور زاهي حواس. الدكتور زاهي حواس شخصية عالمية بيمثل قوة مصر الناعمة في أحسن صورها. حضرتك لما تروحي أي مكان في الخارج بتلاقي أن في إقبال كبير جدا على محاضراته، وبيقفوا طوابير في عز البرد أو في عز الحر. وبالتالي أنا بشوف أن تكريمه أنه يوم ده فعلا يعني نوع من الاعتراف بجهوده اللي قام بها من أجل يعني إعطاء صورة جيدة عن الدولة المصرية وعن الحضارة المصرية والثقافة المصرية. فأنا بشوف أنه يعني التكريم ده كلنا كنا موجودين اليوم علشان احنا يعني نحس قد ايه ان هو كمان احنا كمان اتكرمنا في شخص الدكتور زاهي حواس في هذا الوسام الرفيع من امبراطور اليابان. التكريم اللي حصل النهارده
مش بس لأستاذنا الدكتور زاهي حواس، ده تكريم لجميع الأثريين المصريين على مستوى الجمهورية. هو فعلا وسام مهم جدا على أعلى مستوى من إمبراطور اليابان. ما ننساش إسهامات اليابان مع مصر، ما ننساش العلاقة المتميزة ما بين مصر واليابان، ما ننساش البعثات المصرية العاملة في مصر، ما ننساش الدور الكبير اللي لعبوه في المتحف المصري الكبير. ننساش المتحف الكبير ده المصري الكبير، هو هيبقى هدية مصر للعالم في القرن 21. حتى الآن تم نقلخ أكتر من 55,000 قطعة أثرية للمتحف المصري الكبير. ما ننساش ولأول مرة هيتم عرض 5,398 قطعة أثرية داخل المتحف المصري الكبير. قبل كده كان 122 قطعة في متحف الأقصر، كم ألف قطعة في المتحف المصري في التحرير والباقي في المخازن، لكن لأول مرة هنشوفهم في هذا الصرح الكبير ما يسمى المتحف المصري الكبير. كانت دعوة مهمة جدا من دكتور زاهي حواس لليابانيين، تعالوا وزوروا مصر. ما ننساش أن الآثار هي القوة الناعمة لمصر. تعاون وثيق بين دولتي مصر واليابان يسهم دائما في التطور الدائم في العديد من المجالات. سيف محمود، صدى البلد. مشاهدينا الكرام، وصلنا دلوقتي لفقرتنا الإخبارية اللي هنناقش فيها أهم الأخبار، المقالات، الحوارات والتحقيقات المتنوعة من الصحف والمواقع الإلكترونية. بيسعدني أن يكون معنا النهاردة في فقرتنا الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أستاذ صلاح، صباح الخير ومنور. صباح الخير يا فندم. أهلا بك يا فندم. هنبتدي جولتنا الإخبارية بهذا الخبر، حيث أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن الاحتفال بيوم حقوق الإنسان يذكرنا جميعا بضرورة العمل من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مجتمعنا، فهي مهمتنا جميعا. وقالت السيدة انتصار السيسي في تدوينة على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: يحتفل العالم بيوم حقوق الإنسان، وهو اليوم الذي يأتي ليذكرنا جميعا بضرورة العمل من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان في مجتمعنا، فهي مهمتنا جميعا، وهو ما أراه يتم ونحن على أعتاب جمهوريتنا الجديدة من قبل المؤسسات الحكومية والمدنية التي تعمل بجهد صادق وعمل دؤوب لضمان صون كرامة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائما. أستاذ صلاح، يعني خليني أقف عند ملف حقوق الإنسان، وهذا الملف خليني أقول دايما بالنسبة لبعض المنظمات الخارجية هو محل اتهام لمصر أو ورقة بيلعبوا بيها دايما، لكن في مجهود بيتم على أرض الواقع على أرض مصر بالنسبة لحقوق الإنسان. كيف ترى الجهود التي تقوم بها الدولة، خاصة خليني أقول إن إحنا خدنا شوط كبير في هذا الموضوع؟ هو الملف حقوق الإنسان، هي مصر حددت مفاهيم جديدة بالفعل لهذا المفهوم. يعني مسألة حقوق الإنسان لا تعني فقط التعبير عن الرأي، وهو ما تستغله بعض المنظمات زي ما حضرتك قلتي من أجل يعني التدخل في الشأن المصري بشكل أو بآخر. يعني هو هدف غير يعني المبطن فيه غير المعلن، بمعنى أنه إحنا مفهومنا أو المفهوم عن حقوق الإنسان هو توفير بيئة مناسبة حتى يستطيع الإنسان أن يعيش حياة كريمة، أن يحقق تطلعاته من خلال يعني الحصول على المسكن المناسب والتعليم المناسب والرعاية الصحية المناسبة. يعني إحنا النهاردة لما يكون في عندنا المناطق العشوائية التي تم التخلص منها تماما، تم إنشاء مجتمعات حضرية جديدة في سواء في الأسمرات أو بشائر الخير في اسكندرية أو غيرها من المحافظات التي بالفعل مصر نهضت نهضة تنموية شاملة في هذا الملف الذي كان يؤرق المواطن المصري على مدى عقود
طويلة لم يتم التطرق ليه، لكن مشروع الأسمرات احنا كلنا شايفينه وشايفين ان هو نقلة حضارية ونقلة نوعية لمعيشة المواطن المصري، الى جانب انه مشروع حياة كريمة بالفعل اللي بيشمل معظم القرى والنجوع في ربوع مصر في معظم المحافظات المصرية 25 محافظة. مشروع هيتكلف اكتر من تريليون جنيه بعد الانتهاء منه. المشروع ضخم بالفعل، يشمل جميع مناحي الحياة في هذه القرى، يواكب التطورات التي تشهدها المدن الحديثة، إلى جانب أنه المشروع طفرة حقيقية للمواطن في هذه الأماكن التي كان يبتعد فيها العمران عن مناطق التمركز، أو المواطن لما كان بيسعى للحصول على خدمة كان بينتقل إلى أقرب مدينة له. طبعا في بعض التجمعات السكنية موجودة على أطراف حتى القرى مش المدن، فالنهضة اللي هيحققها هذا المشروع للمواطن المصري بالفعل ستكون نقلة حضارية. مسألة مفهوم حقوق الإنسان بمعناه إنه النهاردة أنا لما يكون في حياة كريمة وفي يعني بتحقق لي متطلبات الحياة الآدمية أو الحياة المناسبة سواء من حيث المسكن أو يعني المجتمعات العمرانية اللي بيتم إنشائها في الأسمرات أو بشائر الخير أو غيرها، تم فيها إنشاء وحدات صحية لائقة، ملاعب، مدارس حديثة، إلى جانب أنه حتى التخطيط للشوارع والمساكن حتى تم تأسيسها بالكامل، تسليمها لقاطنيها بالفرش والأساس. يعني مسألة بالفعل هي نقلة نوعية، فده مفهوم مصر عن ملف حقوق الإنسان الفعلي. نعم. أستاذ صلاح، يعني يمكن قبل ما أسيب الملف ده، يعني ده في وقت الأزمات بتبان حاجات كتيرة، المبادرات اللي بتتعمل دلوقتي وإحنا العالم كله في أزمة اقتصادية، هل ده بيدخل من ضمن حقوق الإنسان؟ يعني هناك العديد من المبادرات اللي بتقدمها الدولة على قدر المستطاع في ظل أزمة اقتصادية عالمية، هل ده بيدخل في إن الدولة بصة للمواطن بشكل أو بآخر في حقوق الإنسان؟ طبعا، لأنه أنت النهاردة لما توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، نعم، زي ما حضرتك قلتي النهاردة مثلا منظومة التموين شملت سلع لم تكن مدرجة، صحيح، على الملف. النهاردة معظم المشروعات القائمة في سلاسل الإمداد الغذائي أو غيرها اللي بترعاها الدولة سواء من عن طريق وزارة التموين أو حتى وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية في العديد من الأماكن والمراكز حتى داخل المجمعات التجارية، هناك يعني فروع بأسعار مخفضة تقدم للمواطنين في ظل أزمة الغذاء العالمية التي يشهدها والتي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية. نعم. يعني مثلا احنا شاهدنا جميعا انه في ألمانيا وبعض الدول المتقدمة كانت هناك طوابير علشان يحصل المواطن على زجاجة زيت، صحيح، او كان هناك بالفعل حصة لكل مواطن. يعني مسألة مش في فترات الرفاهية بيحصل على احتياجاته زي ما هو عايز، لكن النهاردة لما بيكون في أزمات على مستوى العالم كله بيتم ترشيد الاستخدام لهذه المتطلبات أو السلع الأساسية. وإحنا نفسنا في أوقات الحروب كنا برضو عانينا في فترة من الفترات بعد حرب 67 وحرب 73، كانت هناك حصص تموينية للمواطنين لأنه اللي موجود كان بيكفي، فكان بيتم توزيعه بالتساوي بين المواطنين حتى يحصل كل مواطن على حصة مناسبة له. فمسألة أنه يتم ذلك في بعض، يعني احنا شفنا الارتفاع المذهل في أسعار السلع الأساسية والصادرات من أوكرانيا توقفت، ومسألة الحبوب اللي كانت يعني بتأتي بشكل طبيعي أيضا الأرض الحرب أثرت عليها، العالم كله كان بيواجه أزمة في الغذاء، برضو أزمة الطاقة في بعض الدول، يتم الحصول على بعض متطلبات المواطن عن طريق برضو الترشيد. فالمسألة إذا كان هناك أزمات بيتم التعامل معها، فالحكومة بالفعل نجحت في توفير متطلبات المواطن الأساسية وبأسعار مناسبة بعيدا عن مزايدة التجار أو الارتفاع اللي بنشهده، صحيح، في مثل هذه الحالات. طيب، عايزة أنتقل لخبر آخر بما أننا بنتكلم على حقوق الإنسان والجمهورية الجديدة. بالأمس أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في تصريحات على هامش زيارته إلى محافظة السويس أن السويس تلقى اهتماما كبيرا
كان من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة ضمن جهود التطوير التي تشهدها مختلف المحافظات، لافتا إلى أن هذا الحرص يعكسه كون زيارته هذه هي الثالثة للسويس خلال فترة وجيزة. أشار رئيس الوزراء إلى أنه استهل زيارته بلقاء أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة السويس حيث استمع إلى مطالبهم فيما يخص مشروعات التطوير في المحافظة، ثم شهد افتتاح المركز التكنولوجي بالمبنى الجديد لديوان عام المحافظة، لافتا إلى أن هذا المجمع يتسق مع خطة الدولة للتحول الرقمي وما كانت كافة الخدمات التي تقدم للمواطن، مؤكدا أن هذا المركز وغيره يمثل نقلة كبيرة جدا من جانب الدولة لتيسير الخدمات للمواطن، والأهم ألا يكون هناك اتصال مباشر بين المواطن والموظف لتوفير الوقت والجهد والحوكمة ودرء أي شبهة فساد. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الزيارة تضمنت تفقد العديد من المشروعات بمحافظة السويس، مؤكدا أن مدينة السويس تحديدا معروفة بتاريخها وتتميز بموضوع المدن السكنية التي أنشأتها الدولة بعد حرب 1973 وقبل هذا التوقيت، وهي مناطق لم تمسها يد التطوير منذ إنشائها. الخبر ده فيه أكتر من نقطة أستاذ صلاح، بس أنا عايزة أقف الأول على المجمع التكنولوجي أو المركز التكنولوجي في المحافظة، في المبنى الجديد للمحافظة. لما بنشوف دلوقتي أي زيارة أو أي افتتاح بيحصل، أهم حاجة بتحصل يمكن إحنا شفناها في العالمين في مدن أخرى كثيرة، افتتاح المركز التكنولوجي اللي بيتبع المحافظة. ويعني موضوع الفساد ده خلاص بقى التعامل ما بين المواطن والموظف بشكل مباشر ده بيقل بشكل كتير، يمكن احنا هنا في القاهرة عايشين ده، لكن انا بتكلم بقى على بقية المحافظات. هل هذا التطور والرقمنة اللي بتعملها الحكومة وفي جهد كبير جدا يعني الصراحة بتعمله الحكومة، هل ده ممكن فعلا ان احنا مش هنقول الفساد يختفي، الفساد موجود بس هتبقى نسبته أقل بكثير من اللي بيصادفها المواطن الآن؟ طبعا لا، احنا بنأمل ان الفساد ينتهي تماما ويختفي من حياتنا، لأنه مسألة انه المراكز التكنولوجية اللي فعلا الحكومة مصممة على إنشائها في عديد من المدن زي ما حضرتك قلتي، النهاردة التعامل هو تعامل رقمي في معظم يعني دول العالم، فمسألة انه المسألة يتم بشكل رقمي بعيدا عن تدخل الموظف، اعتقد ان ده من أولى الخطوات التي بالفعل تقضي على الفساد بشكل أو بآخر، لأنه المسألة أنه في منظومة إلكترونية هي اللي بتتعامل مع المسألة، الموظف بس بيتابع، يعني هو دوره دور متابع فقط ولا يتدخل في القرار. القرار إذا انطبقت الشروط بيتم التقديم من خلال هذه المنصة الإلكترونية، وفي منصة مصر الرقمية كانت يعني من العلامات المضيئة في هذا الاتجاه. فمسألة أنه يتم القضاء على الفساد عن طريق هذه المنظومات، أعتقد أنه ده السبيل الفعلي للقضاء على البيروقراطية والقضاء على الفساد وتيسير حياة المواطن. فمسألة أنه الحكومة تركز على هذا المنحى في الكثير من القطاعات، أعتقد أنه ده هيكون نجاح بالفعل للحكومة، ان هي توصل بالمواطن. اولا ده بتسهل اجراءات، الى جانب انه بتحقق متطلبات التنميه ومتطلبات المواطن في انه حتى تيسير شؤونه وتيسير الحصول على الخدمه عن طريق المنظومه الرقميه اذا كانت تنطبق عليه الشروط. اذا ما كانتش بتنطبق عليه الشروط، الطلب هيرجع له تاني وهيقول له لا عدل او دخل البيانات المطلوبه. واعتقد انه ده الهدف من المنظومه بالكامل، انه يكون فيها نوع من الشفافيه ونوع من الطرح والطرح المقابل. يعني في طلبات للترخيص مثلا، اذا كان هناك ترخيص لمشروع تجاري او ترخيص او الحصول على مسكن او غيرها من الخدمات زي خدمات المرور مثلا او خدمات اللي احنا السجل المدني والسجل المدني دلوقتي بقى فيها تطور ملحوظ. يعني صحيح. مساله انه حتى الخدمه بتوصل للبيت، احنا كلنا بدانا فعلا نعتمد هذا النهج، وكلنا تقريبا كمواطنين زي ما حضرتك تفضلتي احنا موجودين في القاهره، معظم دلوقتي التعاملات بتتم بهذا الطريق
الطريق. حتى توكيلات الشهر العقاري اعتقد بقت في توكيلات بالشهر العقاري، توكيلات وخدمات صحيح. الحصول على 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 خدمه والسجل المدني والمرور وغيرها من الخدمات بالفعل. فالافتتاحات اللي قام بها رئيس الحكومه امبارح في السويس، السويس مدينه بالفعل كانت خلال العقود الماضيه بعد حرب 67 وحرب 73 هي التي تاثرت مع مدن القناه، يعني وتم تهجير سكانها واحنا عارفين طبعا اسماعيليه وبورسعيد اسماعيليه وبورسعيد والسويس. فهي بعد 73 الدوله انشات 35 مدينه جديده داخل السويس لم تشهد تطويرا منذ ذلك الحين. فالحكومه اولت مدينه السويس اهتماما ملحوظا وتم تطوير بالفعل 17 مدينه وجاري تطوير بقيه المدن، والى جانب اضافه الخدمات التي تحتاجها هذه المحافظه يعني العزيزه، الى انه تم بالفعل بالامس افتتاح المركز الطبي. محافظه السويس من اولى المحافظات التي شملها مشروع التامين الصحي الشامل، وده طبعا مشروع يعني مهم بالنسبه للمواطن المصري، عندما يطبق في كافه ربوع مصر سيحقق طفره صحيه للمواطن المصري. الى جانب انه تم انشاء ايضا او افتتاح مجمع للخدمات الصحيه للرياضيه، ده بتتعامل مع الحالات الرياضيه. وطبعا مسألة يعني تم العديد مشروع الصرف الصحي، محطة الصرف الصحي اللي تم تطويرها. فيعني ده اتجاه للدولة محمود واتجاه مهم للغاية ان هو التطوير يشمل جميع محافظات صحيح. الجمهورية. طيب عندي خبر برضو مهم جدا، وزارة التنمية المحلية سوف تبدأ اليوم الأحد نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحل العام رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار. أكد اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية أن القانون يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية لتساهم في دوران عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة. أنا عايز أقف عند الخبر ده شوية لأنه يعني لما بقول قانون المحل العام وهيبتدي يطبق، أعتقد أن وزارة التنمية المحلية تأخرت قوي في هذا القانون، وأعتقد أن وزارة التنمية المحلية قبل تطبيق القانون تشوف بقى الأحياء والمحليات بيعملوا إيه، لأنه أي حد بيفتح محل في أي حتة تلاقي في أماكن كتيرة بتاع أربع صيدليات ورا بعض بدون تخطيط بدون أي حاجة. شايف هذا القانون ممكن يعمل ايه في الانشطه التجاريه اللي خليني اقول انه يد العشوائيات امتدت اليها مع الاسف؟ هو ده استكمالا للي احنا كنا بنتكلم فيه، انه تطوير منظومه الرقمنه في اجهزه الدوله واجهزه الحكومه. ده ايضا القانون ده بيصب في هذا الاتجاه برضو، انه النهارده المحل التجاريه زي ما حضرتك تفضلتي هو كان في نوع من العشوائيه خلال الفترات السابقه، يجب ان نتخلص من العشوائيه في اقامه حتى المشروعات. زي ما حضرتك قلتي ان احنا نلاقي اربع خمس صيدلات جنب بعض وفي مناطق تانية ما فيهاش وغيرها، يعني تحديد الاولويات للمواطن وتحديد المشاريع اللي بيحتاجها الحي ده يكون اولويه، الى جانب انه تبسيط الاجراءات وتبسيط التراخيص يجب الا يخضع ل يعني هوى الموظف في المحليات، لانه ده بالفعل سبب ازمات كثيره ويترتب عليه انه هناك بعض الأنشطة التي أقيمت بدون تراخيص واللي احنا بنعاني منها كلنا، ودي اتسمت ببعض العشوائية في عديد من المناطق زي الكافيهات اللي بنلاقيها طالعة ويحتلوا الأرصفة ويحتلوا الشوارع ويحتلوا بدون تخطيط وبدون رخص. يعني معظم الأماكن دي لم تحصل على تراخيص ولا تسدد حقوق الدولة ولا يترتب عليها أي مسؤولية حتى. فمسألة أنه يتم تبسيط الإجراءات وأنه بعض المشاريع اللي بتحتاجها الأحياء تتم
فقط بالإخطار لحين إتمام إجراءات التراخيص طالما إن هي دي بتحتل أولوية لهذا الحي، ووفقا للقانون الجديد إنه هيتم تحديد المشروعات زي الخضر والفاكهة والبقالات الصغيرة اللي بتحتاجها بعض الأحياء وغيرها من الأنشطة اللي لا تحتاج لهذا يعني التعقيد والتضخيم في الإجراءات لإنشائها. يعني أنا ما ينفعش إنه محل صغير تشترط عليه إجراءات الوقاية من الحريق مثلا، عايز منظومة آلية. ليه منظومة آلية؟ يعني ده محل 3 في 4 متر مثلا، يحتاج إلى منظومة بسيطة حتى تتعامل مع الإجراءات الاستثنائية وغيرها من الإجراءات اللي بيترتب عليها تعقيد، وإنه دي بتخرج بالفعل من إنه لا يسدد عليها ضرائب ولا يتم أخذ حق الدولة، إلى جانب إنه في عشوائية في إقامة مثل هذه المشروعات ولا يترتب عليها حتى مسؤولية. لو حصل أخطاء أو حصل أي حاجة ما بيترتبش عليها مسؤولية. فتبسيط الإجراءات وإنه القانون أعتقد إنه يعني خطوة في الطريق الصحيح، ونتمنى يعني لأنه أنا بمشي يعني مثلا في شوارع، في شارع أنا يعني أنا مثلا ساكنة في شارع، حضرتك متخيل ان في الشارع دي في 4 معارض بيع اساس، تمام؟ ما هو ده اللي احنا والشارع رئيسي، يعني ازاي يعني ما هو ده انا ما هو المثل ده انا اديته ان الحي ازاي اداله رخصه زي دي؟ لا، ابيع السيارات في مدينه نصر، السيارات احتلت الشوارع بالظبط يعني ازاي؟ وتلاقي المحل صغير وقدامه هو احتل الشارع اللي قدامه، الكافيهات ما احنا كلنا بنعاني منها. يعني فمسألة إنه أنا أمشي في شارع أو تحت عمارتي أصحى الصبح ألاقي إنه تم فتح كافيه داخل المنطقة سكنية وملوثة للبيئة وغيرها وغيرها وغيرها، فده يجب أن يخضع فعلا لاشتراطات البيئة واشتراطات السلامة واشتراطات تضعها فعلا الأحياء. فمسألة إنه لكن ما هي دي مشكلة يا فندم، الأحياء هي المشكلة اللي بيحصل. يعني هو وزير التنمية المحلية في قانون وفي حاجة، لكن كل اللعب بتحصل في الأحياء بالظبط. يعني خلينا صراحة عشان نعدل البايظ، خلينا صراحة ونقول المشكلة فين. ما هي المشكلة احنا كلنا عارفينها، لكن النهاردة لما بنيجي بنقول يعني زي العربيات اللي بتحتل. يعني أنا مثلا ماشي في شارع لقيت إنه العربيات قافلة اليوتير والعربيات راكنة، وانا اكتشفنا انه الكلام ده موجود في شوارع كتير. صحيح جدا. صحيح. يعني ازاي انا اركن في حد طب فين؟ يعني انا النهارده لما بتصل المفروض يكون في خدمه للتعامل مع الكلام ده، احنا كلنا بنتصل ما حدش بيسال. فالنهارده لما انت بتعيق المرور دي مخالفه، ودي المفروض ان انا اتعامل معاها. طيب النهارده لما يكون ده جزء من سلوكيات المواطن، طيب فين الأجهزة المعنية بالكلام ده إن هي تتابع وتراقب وتقول إن الكلام ده ما ينفعش؟ فهو النهاردة لما نقول في مقولة من أمن العقاب أساء الأدب، فالمسألة هنا بتتطلب إن إحنا كلنا تتضافر جهودنا كمواطنين، وأجهزة الدولة والمحليات يجب أن يكون لها دور فاعل للحفاظ على هذه المنظومة. طيب خلونا ننتقل لنقرأ مقال لحظة الصدق للكاتبة الصحفية الأستاذة إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة الأخبار ورئيس شبكة قنوات صدى البلد، تحت عنوان الشتاء خطر على مرضى السكر. وقالت: معلومة جديدة هي ارتباط فصل الشتاء بمريض السكر. نعلم أن نسبة الإصابة بالسكر في مصر من أعلى النسب حسب اتحاد السكر الفيدرالي العالمي. مصر ضمن أعلى 10 دول في العالم إصابة بمرض السكر، ونسبة إصابة الأطفال والبالغين بمرض السكر من النوع الأول حوالي 175,000. بدأ فصل الشتاء يطل علينا بنسماته الباردة، ويحلو السهر أمام التلفزيون والكسل وعدم الحركة لساعات مع الرغبة في الأكل، لكن للأسف كل هذا ما هو إلا استسلام لمرض السكر واستفحال حالات الإصابة به، وهو ما قاله الدكتور محمد حسين عباس زميل الكلية الملكية لأطباء السكر والغدد الصماء مع الإعلامي اللامع حمدي رزق في حلقته المفيدة جدا من برنامجه نظرة على قناة صدى البلد. وللحق الحلقة كانت مليئة بالمعلومات والنصائح والحلول المهمة جدا. مرض السكر لا يقتصر على كبار السن، ولكنه يصيب أيضا الأطفال الصغار وأطفال المدارس الذين يعتمدوا على الوجبات السريعة والبطاطس المقلية وغيرها من الوجبات غير المفيدة.
غيبوبة السكر قد تحدث مع الأطفال وكبار السن وقد تؤدي إلى الوفاة، لذلك يجب وجود حلوى أو عصائر بشكل دائم في حقيبة المدرسة يتناولها الطفل عندما يشعر بارتعاش أطرافه أو العرق والهبوط. هناك مؤشرات لم أكن أعرفها عن انخفاض السكر مثل الكوابيس والأحلام المزعجة ليلا، لو المريض حس بكابوس يقيس نسبة السكر ولو منخفض يتناول حاجة حلوة. مرض السكر يمكن ترويضه فور اكتشافه مع أهمية تجنب التدخين وضبط مستوى الضغط والدهون، على عكس ما هو شائع عن انتقال السكر بالوراثة من النوع الأول، ضعيفة جدا بنسبة تتراوح من 30 إلى 50%. معنى ذلك اللي جاله سكر وهو صغير مش ضروري يجيب طفل عنده سكر. خلاصة الكلام، الشتاء كما يوفر بيئة لانتشار الفيروسات التنفسية وأزمات الربو والقلب، فإنه فرصة لارتفاع معدلات السكر التراكمي. فصل الشتاء هو تحد لمرضى السكر يمكن النجاح فيه بشرط الحفاظ على النشاط البدني وخاصة رياضة المشي في حدود من 20 إلى 30 دقيقة. المشي يساهم في حرق السكر ويحافظ على حالة المزاج ويساعد المريض على تغيير المود والخروج من حالة من الاكتئاب والعزلة للوقاية من السكر. لم ينسى دكتور حسين أن يذكرنا بالفول المصري على وجبة الإفطار، لأن البقوليات تساعد على تنظيم معدلات السكر في الجسم وبه الكثير من البروتين، ويفضل تناول البيض المسلوق وليس المقلي. يعني حزنت ان مصر من اكتر الدول فيها مرض السكر انتشارا، يعني دي حاجه زعلتني الصراحه يعني. بس استاذه الهام قدمت لنا روشتة وخليني اقول انها روشتة سهله. هي روشتة سهله مش صعبه، رياضه وكل فول وبقوليات وكل البيض مسلوق، يعني ممكن اي حد يعملها. يعني هو ضبط المنظومه الغذائيه الى جانب ممارسه الرياضه. المفروض ان احنا واحنا صغيرين كنا بنمارس الرياضه حتى بشكل اجباري في المدارس يعني. فالنهارده لما كلنا كبرنا بدانا نكسل وبدانا نقعد قدام التلفزيون ونتابع البرامج وما نبذلش المجهود، وكلنا وانا لا استثني نفسي يعني، انا كلنا نفس الموضوع يعني. احنا المساله للاسف ان احنا العادات الغذائيه والعادات الصحيه كانت، انا مش عارف هي كانت زمان افضل من كده ولا احنا اللي بقينا متكاسلين شويه يعني. مساله محتاجه نوع من ممارسه الرياضه وممارسه، وان احنا نعدل عاداتنا الغذائيه بما يتوافق مع الصحه. لازم يا استاذ صلاح، يعني العادات الغذائيه مهمه جدا طبعا. واحنا طبعا للاسف يعني احنا خلاص كلها كم شهر ان شاء الله وداخلين على شهر رمضان، فيا ريت من دلوقتي نعود نفسنا على عادات غذائيه صحيه بدل اللي بيحصل في رمضان ده. ونمارس الرياضه ونمارس الرياضه والله مشي يعني. هي حتى استاذه الهام ما قالتش اي حاجه غير المشي يعني، هو ابسط حاجه يعني لو مشيت شويه كده نص ساعه كل يوم حوالين البيت تفضل تمشي اكيد هيبقى فيه تاثير. والعادات الغذائيه انا برضو ارجع للعادات الغذائيه، لانه احنا في شهر رمضان بنخرف كتير خلينا اقول، وبنطلع من شهر رمضان على عيد الفطر بكحك وغريبه وبسكوت وبيتي فور وحاجات بتبقى كلها ضد مرض السكر للأسف يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ صلاح مغاوري نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، نورتنا يا فندم. مشاهدينا الكرام، بكده انتهت جولتنا الإخبارية. دلوقتي هنشوف تقرير عن حزب حماة وطن اللي بينظم صالون ثقافي بعنوان اليوم العالمي لحقوق الإنسان. نتابع. بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، أعلن حزب حماة الوطن تدشين أول صالون ثقافي للحزب وعقد أولى جلساته بعنوان اليوم العالمي لحقوق الإنسان رؤية وطنية، بحضور حقوقيين وصحفيين وعدد من قيادات الحزب ونوابه في البرلمان. الحقيقة هناك نقلة نوعية في تناول قضايا حقوق الإنسان، إن بعد ما كنا بنقول حقوق الإنسان أجندة غربية، النهاردة هناك استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان أعدتها السلطة التنفيذية
وأطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إشارة إلى إرادة سياسية رفيعة المستوى لتنفيذ حقوق الإنسان. الأحزاب دور مهم طبعا في المشاركة في الحياة السياسية، ليس فقط فيما يخص في موضوع ملف حقوق الإنسان، ولكن الدور هذه الأحزاب يجب أن يكون مساند لما تقوم به الدولة من إجراءات وفعاليات فيما يخص المواطن المصري وحقوق هذا المواطن في إنه هو يعيش حياة كريمة طبقا للمبادرات التي يقدمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، زي مبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة. خمسة محاور أساسية تم مناقشتها في ذلك الصالون تختص بملف حقوق الإنسان، تنوعت بين تاريخ الإسهام المصري وآفاق المستقبل والمبادرات التي تم تنفيذها. احنا كلنا شايفين ان مصر اتخذت خطوات مهمة جدا في حقوق الانسان منذ تولي فخامة الرئيس قيادة البلاد. الحقيقة دور كبير جدا، سواء من حيث تمكين المرأة في كل المجالات، من حيث الوحدة الوطنية والتوعية بأهميتها، الوعي على جميع القطاعات المهمة بحقوق الإنسان وأهميتها لدى الدولة المصرية. أهم مؤشر أن هناك اهتمام يعني ملاحظ من قبل الأحزاب السياسية في التفاعل مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وده أهم حاجة، أن الدولة أصدرت وثيقة ألزمت بها نفسها والوزارات معنية بتنفيذها، المجلس القومي مع منظمات المجتمع المدني مهتم بمتابعة التنفيذ، ولكن الأهم هو دور الأحزاب السياسية، لأن الذي سيمارس الرقابة المجتمعية والشعبية على ممارسة وتنفيذ الاستراتيجية هي الأحزاب السياسية. من المهم أن الأحزاب السياسية تكون يعني موجودة ومهتمة بهذه القضايا، لأنها هتساهم بشكل كبير جدا في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفي التوعية لدى المواطنين، وأيضا يعني المشاركة بفعالية في إصدار تشريعات تحمي حقوق الإنسان وتضع حقوق الإنسان في مركز التشريعات المصرية. وده كله أتصور أنه جزء من استراتيجية الدولة المصرية الجديدة والتوجه نحو الجمهورية الجديدة في مسألة الاهتمام بالإنسان، وأن الإنسان هو محور كل المشروعات القومية الحاصلة ومحور تحرك القيادة السياسية في كثير من الملفات. على مدار سنوات سعت القيادة السياسية في مصر إلى تنفيذ كثير من المبادرات في ملف حقوق الإنسان لتحقيق الأهداف المتفق عليها عالمياً، بما يتوافق مع أوضاعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكان آخرها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر من العام الماضي. محمد أبو شنب، صباح البلد. رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم بقية فقراتنا. الحقيقة الفقرة اللي معانا دلوقتي هي فقرة مهمة جدا، هنتكلم فيها عن تربية الأطفال، ازاي اطلع طفلي سوي، ازاي الإهمالي ممكن يأثر فيه. الإهمال مش بس إهمال في التربية، لا، الإهمال ممكن كمان يكون إهمال في العواطف، إن أنا ما بديهمش العاطفة اللي هم محتاجينها أو الاهتمام اللي هم محتاجينه. وبرده في نفس الوقت نرجع ونقول الاهتمام الزيادة قوي والخوف الزيادة قوي بيأثر عليهم بالسلب وبيأثر على نفسيتهم. طب نعمل إيه؟ لازم يكون في توازن، إن أنا ولا أبقى بخاف قوي 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 على أولادي ولا أبقى رميهم وسايبهم ماليش دعوة بيهم. الاتنين بيأثر فيهم بالسلب وبيأثر على نفسيتهم الصحية، يعني لازم نكون فاهمين ده كويس جدا. طب نعرف نعمل ده ازاي؟ عشان كده معانا النهاردة الدكتورة هبة مشالي، لايف كوتش، معانا النهاردة اتكلمنا بقى ازاي نعمل البالانس ده وازاي نعمل التوازن ده. ونوراني في صباح البلد. صباح الفل عليك يا دكتور. صباح الفل عليكم كلكم. مبسوطة جدا انك معايا النهاردة. انا اللي اسعد والله. عاوزين نعرف كده، يعني بنشوف اهالي بتهتم قوي 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 باولادهم بشكل يعني ما بيخليهمش يقوموا يجيبوا حاجه لنفسهم. لا 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 استنى خليك انت، لا لا استني خليك انت انا هجيب، لا اهتمام زياده، لا ممكن يكون حصل له حاجه، لا ما تخرجش لوحدك. وفي ناس بتهمل اهمال كبير جدا. صح. فما فيش بالانس. هل الاهمال الكبير ده بيأثر في صحتهم النفسيه؟ احنا نرجع خطوه لورا ونقول انه الخلفه، ان الواحد يخلف مش لاي حد مبدئيا، يعني كده من الاول، يعني انه مش كل الناس ينفع تخلف وتبقى ام او اب. صح. دي شغلانه 24 ساعه في ال 24 ساعه العمر كله. فلو انت مش قدها
بكل حاجة تحملها الموضوع ده بلاش بلاش. قلتي حاجة مهمة جدا، هي شغلانة 24 ساعة، في ال 24 ساعة العمر كله، بس هي كمان مجاني من غير فلوس كمان من باش مرتبة من عند ربنا طبعا، ربنا بينعم عليها رزق كبير ومهمة يعني حاجة ميشن يعني كل واحد ربنا بيرزقه بطفل أو طفلة هو عنده مهمة هياخد عليها ثواب كبير، هيطلع للمجتمع حد كويس، فده حاجة لازم نشتغل عليها، يا حد كويس يا حد مش كويس. ما احنا بنجي هي دي بقى يعني دي لو الفكرة. انا مقرر من الاول ان انا عارف انا داخل على ايه ساعتها ممكن ابقى جاهز بقى، وممكن استنى شويه يعني اسال نفسي هل انا فعلا جاهزه، هل انا جاهزه بقى اب، هل انا جاهزه بقى ام، علشان لما ادخل ابقى فاهم انا داخل على ايه. ويا ريت لو نقرا يعني لو هي الست وقت مثلا بقت حامل تيجي تقرا يعني ايه امومه، ايه اللي المفروض يتعمل، القرايه والوعي ده مهم جدا 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 طبعا. ما نعتمدش على انه صاحبتي هتقول لي ومامتي هتقول لي، اختلاف الاجيال واختلاف الاطفال مش هيساعد، فالحل هو ان الواحد يبقى يثقف نفسه علشان يبقى ام او اب صح. دي جزء مهم جدا بننساه، لكن زي ما بنقرا في اي حاجه نقرا كمان في ازاي نطلع ولادنا اسوياء. اسوياء اسوياء دي بقت كلمه على قد ما هي سهله، لكن كتير من الاطفال للاسف مش أسوية نفسيا فعلا نفسيا. أنا بنقابل ده كتير جدا فعلا، وبيقعوا فيه أهالي كتير جدا. المشكلة إن الأم بتبقى داخلة مرحلة الجواز بقى والخلفة والحاجات دي، متخيلة إن كل همها ومتخيلة إن التربية والخلفة والحاجات دي مجرد ازاي هغير البامبرز وازاي هأكلها وازاي هردعها وازاي، لا الموضوع أكبر وأهم من ده. طب هل فعلا زي ما بيقولوا إنه الطفل وهو صغير وهو بيبي أقرأ له وأكلمه وأقول له كلام حلو وهو بيبي طبعاً بيحس وبيفهم ويأثر فيه؟ definitely يعني من اوائل من اهم الشهور طبعا، اهم سنتين اول سنتين في العمر دول مهمين جدا جدا جدا. وهو مش طفل بياكل ويشرب وبس، لكن هو طفل بنبني للمستقبل باول سنتين. اول سنتين مهمين طبعا، بعد كده مهم برضه. هم اول سنتين خالص الناس كلها مفكره ان لا ده الموضوع لا، هو من وهو في بطن امه اصلا، بس هنقول ان هو من ساعه ما اتولد ابتدى يوعى، لازم يوعى على بيت اولا هادي، بيت ما فيهوش صوت عالي، ما فيهوش خناق طول الوقت، ما فيهوش زعيق، ده مهم جدا. ثانيا الحنيه، يعني أيوة. فكره الحنيه دي، الحنيه ناس فاهمها ان انا بدلع وببوظ، لا في حنيه في النص. واحنا ليه دايما يا كده يا كده؟ ليه بنحب الاكستريمز؟ يعني يا اما ان انا ادلع قوي وكل اللي هو عايزه يجيله، يا اما احرم قوي وزعق ويبقى صوتي عالي. في النص. طب ايه بقى البالانس ده نقدر نعمله ازاي؟ يعني التوازن ده ان انا بلاش ابقى اكستريم، لا ما بجيبش حاجه خالص ومش حنينه وبزعق طول الوقت، او بجيب كل حاجه وما بزعقش خالص، ويعني ايه المفروض؟ هتستغربي انه علشان اي ام او اب يكريت البالانس ده اللي بتقولي عليه لازم هو نفسه يبقى سوي، ودي نقطه احنا ما بنتكلمش فيها بقى خالص. يعني انه لازم انا كأم، عشان كده هي يعني مش اي حد ينفع، لازم ابقى انا نفسي شخصيه متوازنه ومظبوطه نفسيا، وما عنديش مشاكل مدفونه بطلع غلي في الولاد، او ان انا عندي مشاكل من طفولتي انا فبصلحها، او بطلع ابني شبهي. فلازم انا ابقى نفسي مستقره نفسيا عشان اطلع ولاد مستقرين. ازاي اكريت البالانس ده او اخلق التوازن ده؟ انه انا ابقى ام فعلا. يعني انه انا هدي الولد حاجات، بس لازم يعرف انه في ليميت، في حدود. لا مش كل حاجه هو عايزها، احنا مش هقدر اعمل لك ده علشان انا معيش فلوس. انا مش هقدر اعمل لك ده علشان ده مش صح ومش من مصلحتك. هتتضايق. الحوار من وهم صغيرين جدا، الحوار ده مهم قوي. مش لا نو لا ليه. يعني لازم يفهم هو انا بص انا قايلاه، انا بقول لك على ده لا علشان كذا وكذا وكذا. وحتى يا دكتور لو ما فهمش لا ليه، مش يعني مهم. ما فهمش ليه، بس هو بس لازم اقولها له. بقى في كونسبت انه في لا مامي بتقول لي ليه لا، ده مهم جدا. حتى لو ما تقبلش مش مهم، لازم بس انا اشرح ليه. طب اتعاقبت، بتعاقب ليه؟ يعني انا مثلا عاقبته قعدته لوحده 5 دقايق او حاجه، لازم بعد كده المرحله اللي ما بعد العقاب دي في منتهى الاهميه. يعني جه اتصالح وكل حاجه، الخمس دقايق دول بتاعه هو كان متعاقب ليه؟ ان هو انا بشرح له انت فاهم ايه اللي حصل، وانزل لمستواه طبعا يعني طبعاً. هو صغنن، وانه افهمه انت فاهم انت متعاقب ليه علشان حصل كذا وكذا وكذا. ودي حاجات بتضايق مامي، ودي حاجات مش صح، ودي حاجات يعني الحوار بعد العقاب
النقاب في منتهى الأهمية. وبعدين اعتذر خلاص انسي خلاص. ارمي مش هنقعد بقى فاكر لما مش عارفة ايه. ما دي مش أول مرة معلش دي محتاجة بقى دي مش أول مرة. كل ما يجوا يعتذروا طبعا الأطفال تعتذر كتير جدا جدا. كل مرة بقى احنا كأمهات لما نيجي خلاص بنأكسبت بقى الاعتذار ده وبنتقبل الاعتذار ده بس لازم بقى حتة الأمومة اللي هو ما دي مش أول مرة فأنا لا مش هصالحك عشان دي صح. في فرق كبير قوي قوي بين ان انا اخصمه واعاقبه. عاقبي بس من غير ما تخصمي لان الخصام على الولاد جارح جدا 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 بيوجعهم. الخصام والزعيق ما هو لازم بقى يبقى فيه طيب عقاب. ما هو انا بقول لا نعاقب من غير خصام. ليه لا مش لازم اخصم. ليه لازم اخصم؟ ليه انا بحب الخصام يعني لو هو ده اللي بيضايقك قوي فانا لا لو عقاب مثلا يتحرم من حاجه بس انا مش انا خلاص بدا معاقب مش لازم اخاصم بقى. يعني ما يبقاش الاثنين. هو ده اللي بيخلي الحكايه قاسيه. يعني خلاص بص انا مش احنا اتفقنا على ان في عقاب في عقاب. هاخد الموبايل النهارده ما فيش موبايل لكن احنا اصحاب وخلاص وما فيش خصام وما فيش زعيق وما فيش اي حاجه. هو فهم ان في عقاب. هي ده ان دايما حتى واحنا زعلانين من بعض دايما في حوار في ان انا مش عامله له يعني مش بعداه عني مش نيجلكتنج يعني مش حاطاه على جنب لا. في دايما بيننا حوار ومهم قوي قوي الاحضان يعني حتى للولاد وللبنات. طب دكتور قبل ما ندخل في الاحضان لان ده موضوع برضو مهم جدا عاوزين نعرف بقى الولاد اللي ما بيفرقش معاهم البنت مثلا تقول لك هتاخدي الموبايل خدي ما فيش اسلوب عقاب نافع معاها. موبايل تاخديه مش فارق معاها. تي في مش هتتفرج مش فارق معاها. مش هتروحي التمرين مش فارق معاها. مش هتتفرجي على التي في مش فارق معاها. طب ايه بقى مفيش طفل يعني ما عندوش نقطه ضعف معلش يعني اكيد كل الاطفال عندهم نقطه ضعف بس احنا لسه يمكن ما اكتشفناهاش لكن كلهم لهم نقطه ضعف ايا كان. مش بنقول ان احنا نستخدم نقطه ضعف بس انت لو قريبه من ابنك كفايه ومن بنتك كفايه قوي هتعرفي ايه اللي بيوجعها او هتعرفي ايه اللي هيأثر فيها لو استخدمته. فده قرب. فكره ان انا قرب هي النقطه ايه ان احنا بنقضي الوقت مع الولاد بس بنقضيه شكله عامل ازاي. يعني هل احنا بنقضيه اللي هو الكواليتي تايم ده اللي بيتقال عليه بالزبط. هل احنا قاعدين احنا كلنا مع بعض بس كلنا بنتفرج على التلفزيون او كلنا ماسكين موبايل كلنا ماسكين موبايلات هل قاعدين كلنا بس بناكل مع بعض. يعني هي الكواليتي تايم يعني كل حاجه مقفوله وانا وهو بس انا وهو بنتكلم في اي حاجه بنلعب بنتكلم في بنقرا بنتكلم في موضوع بس نكون الدنيا مقفله. وده اللي الولاد بيفتكروه. يعني انا ولادي شخصيا هو دي اكتر حاجه فاكرينها من وهم صغيرين. الوقت اللي كنا انا وهم بس ما بنعملش حاجه تانية. يعني طبعا كان في اوقات في صعبه واوقات بيفتكروها قاسيه بس دايما بيرجعوا للحضن. يعني مهما عملوا مفيش انا ما اثرش على الثقه بالنفس خالص. اي نو ان ده طبيعي انك تغلط لكن نرجع تاني ونحب بعض وما يبقاش في بيننا وبينهم مسافات. وفي اهالي للاسف بيبنوا حيطان بينهم وبين ولادهم وبالحيطه دي بتبتدي تكبر 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 لغايه ما بيبقى اصلاحها في منتهى الصعوبه. فعلا بنشوف ناس بعد ما بتكبر لا عندها جروح وشروخ من الطفولة سنين. بسبب تعامل الاهل والطفوله ما بتتنسيش يعني مهم لا فعلا ما بتتنسيش خالص بتفضل العمر افتكر واحد فاكر حاجات من وهو لسه لا الطفوله من الحاجات ممكن المراهقه تتنسي لكن الطفوله ما بتتنسيش ابدا ابدا. يعني اللي حصل الحاجات اللي حصلت في الطفوله بتفضل طول الوقت موجوده سواء الحلو او الوحش حسب بقى. صح عند حضرتك حق. طيب بالنسبه لبقى الاحضان الحضن ده بقى بيأثر فيهم فعلا بقى وان احنا لازم نحضن ولازم أكيد نبوس ولازم اكيد للولاد كمان يعني الولاد هيفضل يرفض يا مامي مش معلش ما هو محتاجه يعني بس هو ما بيقولش يعني هو الاحضان فكرتها انه بتطلع هرمونات هرمونات لها علاقه بالسعاده هرمونات لها علاقه بالجوي بالهابينس فان انا طول الوقت يبقى عارف انه له حضن هيرجع له. حضن مش بس حضن كده اللي هو حضن امان. صح الحضن امان بمعنى انه الحضن ده مش هيلومه مش هيجي عليه مش هيضغط عليه مش هيقرفه مش هيقول له انت عملت كده لا هو هيحضنه الاول وبعدين يبقى نشوف وبعدين نبقى نتكلم. يعني الاول تعالي شوفي نتكلم احضنك قصدي ونقعد مع بعض شويه ونبقى نتكلم بعد يومين ثلاثه بس الامان ده لازم يكون في البيت بس ده ممكن مع الكبار شويه اللي احنا نتكلم بعد يومين ثلاثه لان الصغيرين معاهم لا هي المشكله ان الطفل دايما بيدور على الامان لو ما لقاهوش في البيت هيدور عليه بره. دي نقطه مهمه دي بقى جدا. مشكله كبيره وده بيحصل مع بنات كتير انه الام ما احتوتش
تلمتش. أيوة. ما خلتش ان الامان وان هم بيخافوا ان هم يحكوا مثلا لام، خصوصا بقى بالزبط. فتره المراهقه بالزبط. دي فتره مهمه جدا. فانا لو ما احتويتش بنتي وابني فتره المراهقه هيدوروا على الاحتواء ده بره، اي حد يقول لهم كلمه حلوه عليه. بسيطه سواء بنت بقى عليه. طبعا ده بقى يبقى سهل جدا ان نضحك عليها من اي واحد. هي الفكره انه لازم دور الاب بقى الاب ايوه الاب امال ايه امال ايه بقى ايوه بقى الاب المصري ولا الاب العادي الاب المصري ده حكايه، ويعني الاب المصري ده له قصه لوحده يعني. برضو الاب برضو مهم جدا ومهم على فكره في حياه البنات ساعات بيبقى اكتر من حياه الولاد. صح. الاب مهم كفجر يعني كحاجه تبقى موجوده قدوه انه موجود. بالنسبه للبنت مهم قوي في الامان في الحنيه في السند في الظهر يعني. صح. كل البنات حتى لو هي مش واخده بالها بس طول ما باباها موجود هي مسنوده هي مسنوده وعارفه ان هي يعني مش تكسر. لا مش هيحصل، ما حدش يقدر يعمل لي حاجه عشان بابا موجود. الولاد بالنسبه لباب ابوهم قدوه مثل اعلى بتقلده بنعمل زيه. فعلشان كده الاب كحاجة مهمة جدا في حياة الولاد. وعلى فكرة مش لازم يقعد ساعات طويلة بس الساعات اللي هيقعدها يعمل فرق. بالظبط ده مهم قوي. يعمل فرق ما يعملش كوارث. لا يعمل فرق للأحسن. غلطاتك اللي هو في يومك العادي قدام الولاد لأنهم والله بيقلدوك. لا هي دي المشكلة اللي هو الولاد بالذات بيقلدوا الأب جدا جدا. صح طبعا عند حضرتك حق. طيب أخيرا بقى كلمة للأهالي ازاي نطلع لو هي مشغوله جدا. طبعا انت عارفه ان في امهات كتير بتشتغل. صح. ويومهم بيبقى غصب عنهم، خلينا نقول ان دي الحياه يعني وسنه الحياه. صح. بتبقى بتشتغل وبتروح على ما تعمل لهم اكل ومش عارفه ايه، فممكن ما يبقاش عندها الوقت الكافي ان هي تقضي وقت او تدي ولادها الاحتياجات اللي هم محتاجينها، فهم يبتدوا بقى قلنا الاهمال ده بيسبب لكوارث طبعا بعد كده. والاب برده عاوزين كلمه للام وكلمه للاب. ولادك مش هيتعوضوا. انا عارفه كويس قوي انه مفيش بيت دلوقتي ينفع يتبني على حد واحد بيشتغل. صعب يعني مش موجود. فحتى لو بنشتغل محتاجين نبقى مركزين جدا في الفتره اللي هنقعدها في البيت. يعني الفتره اللي هنقعدها في البيت دي ما ينفعش بقى يبقى فيها تليفونات. صح. ويبقى فيها ناس بزيارات، وما ينفعش. لازم الوقت اللي هيفضل من اليوم بعد الشغل بتاع الولاد 100% يعني عيني عليهم مهمه قوي. حتى وانا بشتغل انا عيني مع الولاد، انا عارفه كويس بيعملوا ايه، انا بقعد معاهم بعد ما بيرجعوا من المدرسه بسال. حتى لو ما جاوبوش مره اتنين ثلاثه هيجاوبوا بعد كده. فكره انه اكريت روتين، اخلق روتين لانه انا موجوده. انا جزء من اليوم. حتى لو تتعبي على ما تعمليه. لا ما هو احنا متفقين ان هي تعب. يعني الخلفه تعب. واللي بتشتغل فهي بتعمل مجهود دبل. بس معلش يعني انت محتاجه الوقت ده يبقى بتاع الولاد. الاب مهما اشتغل ساعات طويله افتكر انه السن بتاع ولادك هيجي عليك وقت هيبقى عندك 40 سنه وهم يكونوا كبروا هيكون فات الوقت ومش هتلاقي حد يقف جنبك. فاستثمر في ولادك. 60 و70 مش هتلاقي. يعني استثمر في ولادك من وهم صغيرين بعدد ساعات قليله حتى بس ليها اهميه. ليها يعني قدر انه هنفتكرها دايما. انه كرييت ميموريز اهم حاجه. صح. ان كرييت حاجات في دماغ الولاد ذكريات حلوه يفتكروها لما يكبروا يحكوها لاولادهم ويبقوا اسوياء ان شاء الله. ان شاء أسوياء. الله ان شاء الله. دكتور هبه مشيلي نورتيني في صباح البلد، بشكرك شكرا جزيلا على كل الكلام الحلو والمفيد جدا. الحقيقه احنا بنستفيد جدا من حضرتك ودايما منورانا في صباح البلد. انت اللي جميله ومنوره الدنيا كلها. سامعين الكلام الحلو على الصبح ده؟ اقول ايه تاني؟ فاصل ونرجع نكمل باقي فقراتنا. صباح الخير وصباح رضا وصباح السعادة على كل مشاهدي صباح البلد. زي ما بيحصل climate change وتغيير مناخ، وزي ما الجو اتغير، وزي ما كمان استجابة جسمنا لأمراض كتيرة وإن احنا نقاومها كمان اتغير، وكمان مناعتنا وإن احنا نكتشف إن مناعتنا بقت ضعيفة قوي 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 ملاحظناش غير مؤخرا، يمكن علشان لقينا وباء قدامنا مثلا بنتعامل معاه. فجأة لقينا ان لا، دور البرد العادي ما بقاش عادي، ده بيقعد معايا بالاسبوعين والتلاتة. هو انا فيا ايه؟ طب نيجي بقى لفئة تانية، فئة الامهات مع الاطفال. دي بقى كارثة تانية خالص، وهو التشخيص المنزلي. هي شايفة حرام ليه اودي ابني الدكتور يقعد بقى يديله ادويه وبتاع، ده يعني عنده بس كده حاسه ان هو يعني وهو مثلا بيرضع او حاجه، لا صدره فيه حاجه، يبقى هو بس في حاجه بسيطه التهابات كده بسيطه للجيوب الانفيه ولا حاجه من الجو من التراب من اي حاجه.
التشخيص ده يعني مدمر مدمر، ان هي شايفة ان هو حرام ان هو يروح لدكتور في السن ده. ما عندناش ثقافة ان انا لازم كل مثلا سنة اروح اعمل يرلي تشيك اب، او ان انا كل سنة اعمل تحاليل معينة عشان اطمن على نفسي اطمن على مناعتي، وان الحاجة دي او الثقافة دي ابنيها من قبل اصلا ما افكر ان انا احمل، تبقى عندي انا كبني أدمة. طيب الحاجات دي كلها انا عارفه ان انا بتكلم في مواضيع كتير وبفتح توبكس كتيره، بس هنتكلم على كل ده، وعايزه كل ام تركز معايا كويس جدا جدا في الفقره دي علشان هتطلعي منها بمعلومات فعلا فعلا ممكن تغير لك حياتك. بس اسمحي لي الاول ارحب بالقيمه العلميه الموجوده معايا النهارده في صباح البلد، دكتور مصطفى حامد استشاري الامراض الصدريه والبطنه والمستشار الطبي لشركه اي ام دي. اهلا بيك دكتور مصطفى. اهلا بحضرتك. معلش ان انا يا دكتور يعني فتحت شويه في المقدمه، اتكلمت في حاجات كتير بس فعلاً. عايزه ابتدي الاول بالام اللي بتتفرج علينا، واخطر حاجه وهو التشخيص المنزلي. كلمنا طيب عن النقطه دي يا دكتور مصطفى. مبدئيا كده حضرتك اثرت نقطه كويسه قوي، اللي هي ما مرحلة انتقال الفصول اللي احنا زي اللي احنا فيها دلوقتي ما بين الصيف للشتاء، ويمكن المرحلة دي تعبت ناس كتير قوي معاها. بس انا هركز على فئتين يمكن في الموضوع ده، هركز على فئة الاطفال وفئة كبار السن. طيب احنا مبدئيا عندنا وعند ناس كتير قوي، يعني مش هنقول ان موضوع ان انا ممكن الموضوع يبتدي معايا ببرد بسيط، يبتدي معايا بكحة سعال، ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، واقول انه برد عادي وهيروح والكلام ده كله، وافاجئ ان بعد 3 ايام ان الطفل لا ده كحه بدات تزيد، ده كحه ما وقفتش بالليل، السخونه ما بتروحش، السخونه ما بتروحش، او لو حد كبار السن لا ده انا كحه بقت تجي من جوه عندي، لا ده في مخاط كتير، ده لونه اتغير، ده حاجات كتير قوي زي كده. طيب هو مبدئيا لابد ان انا عشان ابقى اختار ان انا امتى اصبر على نفسي او اصبر على طفلي عموما، لابد ان انا اعرف التايم اللي انا بتكلم فيه. يعني لو انا بتكلم مثلا في وقت انتقال فصول، يبقى لازم نعرف ان الموضوع ممكن يبقى فيه مضاعفات، تمام، وبالتالي فلابد ان ابقى كونسيرند قوي او ابقى مهتم قوي ان انا ممكن يحصل لي مضاعفات حاده بطريقه بصوره اكبر، تمام. طيب ولكن في اوقات مثلا بيبقى الصيف صيف او الشتاء شتاء، ده يمكن حدوث المضاعفات الحاده بتبقى قليله نظرا لان انتقال الفيروسات والبكتيريا اكتر بتنشط في فترة انتقالات الفصول، وزي فيروس مخلوق جديد اللي احنا دايما قلنا وبنتكلم عليه ان من الفيروسات اللي بتنشط في انتقالات الفصول، ويمكن بعد انتقال الفصول ما بيحصل تبدأ الفيروس يبدأ يرتاح شوية او نسبة الإصابة بيه بتبقى قليلة. تمام. من هنا ظهرت ان انا محتاج ان انا افكر صح عشان اقدر اكسب صح. ازاي؟ بمعنى دلوقتي انا عندي انتقال فصول، يعني عندي جهاز مناعي. طيب قبل ما بقول ان انا طب انا هتأخر على الدكتور، طب انا هشوف كده نفسي يمكن يكون شويه برد ويروح، ليه كده انا هتاخر على الدكتور؟ بصي هو مبدئيا حاجتين، ممكن يكون الايشو نتيجه او الاسباب تكون نتيجه ان فعلا تكون زهقت من كتر ما بتروح عند الاطباء كتير، فبالتالي بتاخد علاجات كتير، فهي اوريدي خايفه على ابنها، يعني بيبقى نوع من انواع الخوف، وممكن يبقى ايشو مادي ان برضو ان انا اكزوستد خلاص انا انهكت من حيث الموضوع. ففي كلتا الحالتين الاثنين يتساووا معايا. ازاي؟ ان انا لابد ان اركز على موضوع الجهاز المناعي. ايه اللي بيقوي الجهاز المناعي بتاعي؟ طيب بجانب ان انا باخد حاجات زي خفض الحراره او مضاد للالتهابات او خلافه، لابد ان انا اركز على حاجه تزود الجهاز المناعي، الا هو فيتامين الف ودال والاوميجا 3 اللي هي المكونات الاساسيه من الكولوسيس. طيب الكولوسيس في القصه اللي زي دي دايما هو عامل زي مين؟ زي الراجل الحكيم بالظبط اللي سايب ابنه ماشي قدامه، بمعنى صح، بس اول ما هيحيد او هيبقى فيه خطر هو هيبقى في ظهره، يحطه على اللين، ممتاز، هيبدا يحطه على اللين تاني. فهو بالظبط زي النقطه دي. ازاي الكلام ده؟ الجهاز المناعي هو بنسميه احنا العقل بتاعنا او العقل المدبر لينا او الحاجه اللي عارفه مصلحتنا، بمعنى صح. فبالتالي انا لو قدرت اقوي الجهاز المناعي، وده عن طريق زيت كبد الحوت اللي هو بيتكون من اوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف اللي هي بنقول عليها مكونات رئيسيه للكولوسيس، فبالتالي انا محتاج ان انا اقدر امشي على مخفض الحراره، اقدر امشي على مضاد الحساسيه، اقدر امشي على مضاد الالتهابات، مفيش مشكله طالما باخد حاجه للمناعه حتى بتامنني نقطه ان انا ما ادخلش في مضاعفات حاده. بقول تامنني مش لازم تمنع. لان دايما في بعض الناس يقول لك طب خلاص انا هعتمد على الكولوسيز وهعتمد على الادويه اللي بجيبها، فبالتالي انا مش محتاج الدكتور. انا استحاله. لا هو طبعا مش كده العمليه، احنا بنقول خد بالاسباب.
خد بالاسباب مكملات ممتاز مكمل غذائي ولكن في حاله حدوث اعراض خلاص معينه زي نظام سعله مستمره تطور ده امتى الام تتحرك طبعا يعني لو هي بتسال دلوقتي هتتحرك امتى اروح للدكتور امتى سعال مستمر ما بيوقفش ده غير ارتفاع شديد في درجه الحراره ممكن نلاقي بقع زي زرقه كده في الطفل فده بالتالي لابد ان انا اتحرك اول موضوع لو حسينا ان احنا بالظبط بدا الموضوع معانا وليكن من يومين طب هل الموضوع بيحصل له ديكلاين بينزل معانا ولا بيبدا برضو تظهر اعراض جديده والمضاعفات برضو بدات تزيد اكتر لا لابد من التوجه للطبيب دايما احنا بنقول ان انت برضو لابد او الشخص الكبير او الاطفال لابد يا جماعه ان احنا بنقول انت عايز تبدا الموضوع وتشوف ان هو برد عادي بسيط او الموضوع هيبقى كونتامينيتد وهنقدر نحتويه مفيش مشكله بس لازم تاخد حاجه تقوي الجهاز المناعي الكروسيس في القصه اللي زي دي بينجح نجاح غير طبيعي ان هو بيقدر يامن 3 فيتامينز بيمثلوا من 60 ل 70% بجانب الاذر فيتامينز ما بنقللش منها بس اوريدي انا باخدها في اكلي فهي بتبقى الجرعه بتاعتي بتكفيني في القصه اللي زي كده دي نقطه النقطه الثانيه انا دلوقتي معرض ان انا اصاب بالفيروس وليكن زي فيروس مخلوي اللي هو بنسميه هو هيومن ريسبيراتوري سينشال فيروس احنا معرضين ليه ولكن بتختلف لو لاحظنا استجابه ناس عن ناس يعني بيظهر عليهم ازاي ممتاز يظهر عليهم ازاي يبقوا اثنين اخين مع بعض نفس السيناريو نفس طريقه المعيشه نفس كل نفس السرير اللي بيناموا عليه فكل الكلام ده ونلاحظ ان ده اصابته بالفيروس مختلف عن ده خالص ده اضطر انه يوصل معايا يتعالج في 20 21 يوم لا ده ممكن في ظرف يومين ثلاثه اخف طب ايه السبب السبب في الجهاز المناعي ده الجهاز المناعي بتاعه كويس وده الجهاز المناعي بتاعه لا في ديفكت في مشكله في كلتا الاحوال الاثنين مع بعض عندي هديهم الكولوسيس ليه دكتور ما انت قلت لي ان ده كويس يا سيدي ما انا قلت لك انه كويس بس بعد الاصابه هيرجع ينزل الجهاز المناعي بتاعه وممكن يعرض لانه بيروح مدرسه او بيروح ايا كان هينزل بقى يتعامل بقى هيبدا يتعامل فبالتالي هيبدا يبقى زي اخوه اللي اوريدي اللي كان ضعيف من الاساس واحنا اتكلمنا في جزئيه ما بعد الاصابه ان احنا كمان بنزود الجرعات علشان نبقى برضو في مامن من التكاثر مظبوط بالنسبه لكبار السن انا بالزبط. بزود لهم الجرعات وبالذات لو كان في مرض مزمن او الكلام ده كله الكولوسيز مسته كمكمل غذائي يعني دايما لما بتكلم على حاجه بتكلم طب يا دكتور ايه موانع الاستخدام بتاعتها قبل ما اقول موانع الاستخدام طب احنا بنتكلم على ايه بنتكلم على فيتامين الف ودال والاوميجا 3 طب الثلاثه دول فيتامينز اوريدي انا باخدها في اكلي واوريدي انا باخدها من الشمس اللي بتيجي على جلدي عشان تولد حاجه زي فيتامين دي تقدر طيب اوريدي فيتامين الف باخدها في الجزر والبروكلي بس عمري ما اتعرض للشمس اللي احنا بنتعرض له كافي ان انا ما اخدش سبلمنت فيتامين دي هبقى صريح معاكي فعلا احنا محتاجين اول حاجه مع ان احنا بلد مشمسه يعني يمكن مش دول اللي لو في دول اوروبا الشمس فين وفين لما بتظهر لكن احنا بلد مشمسه وفي الشتاء اوريدي اماكن معينه في جسمنا بتتعرض للشمس لكن كل جسمنا بيبقى مقفول بمعنى صح دي نقطه النقطه الثانيه احنا ما عندناش ثقافه ان احنا نقعد تحت اشعه الشمس في فترات معينه ممكن تقولي زخم الحياه بتاعنا والكلام ده كله فخلى الدنيا برضه الدنيا فبرضو احنا كده بنتساوى مع اوروبا في قصه ان الشمس مبذول ده غير ان انا اوريدي في كبار السن ودايما بقولها ان اشعه ان فيتامين دي تكوينه بيقل بنسبه 25% اوريدي الجلد بيفقد 25% ربع انتاجي من فيتامين دي عن طريق الجلد فوق سن ال 50 سنه بفقده لان الجلد بيبقى عدم قدره عنده انه يقدر يكون فيتامين دي الكولوسيس في الموضوع ده بيقدر ينشطني الكولوسيس في القصة اللي زي دي بيبدأ يديني النقص اللي أنا عايزه وبالذات إن الفيتامينز الثلاثة دول يا جماعة محتاجين سبورت خارجي عشان أقدر أكمل الجرعة بتاعتهم يبقى إذن إن إحنا بنقول الجهاز المناعي بلس طبعا بنقول عليها الفوائد الشتى الفوائد الكتيرة جدا من فيتامين ألف ودال والأوميجا 3 اللي باخدهم عشان كده الكولوسيس يعني مش بقول ان احطه في كاتيجوري معين احطه في زاويه معينه لا الكولوسيس طول السنه اشمعنى طول السنه لان اوريدي انا محتاج الطاقه والحيويه والنشاط محتاج ترسيب الكالسيوم والفوسفور على عظمي وجسمي محتاج اتخلص من الدهون الزياده في جسمي محتاج تقويه للشعر محتاج تقويه للبشره وصحه البشره والشعر ليا حاجات كتيره جدا جدا انا محتاجهم بلس الجهاز المناعي اكيد فدي نقط لابد ان تخليه تدي للكولوسيس اهميه تديني انا اوريدي خليه ثقافه ان كبسوله الكولوسيس بتبقى بالظبط زي حاجه رتم في حياتي أوكي. ببدا اخده طيب
في بقى ناس هتقول طب انا دلوقتي مثلا عندي الغده الدرقيه وخامله وباخد مثلا الكتروسين ولا ايا كان مثلا يعني، فانا اصلا ما عنديش طاقه طول الوقت لو عملت حاجه، لو حركت مثلا كوبايه الميه من هنا لهنا انا بالنسبه لي كده انا عملت طاقه. هل الكلوسيز ممكن يديني طاقه ان انا اقدر اقوم واتحرك واحس ان انا ست بيت كده ولا لا؟ طيب هو مبدئيا على فكره الشعور اللي حضرتك بتقوليه ده شعور عند الناس كلها، بل ان هو ممكن شعور يسيطر عليه الحاله النفسيه للشخص انه فعلا يؤدي لذلك. ان هو لو مثلا مصاب باكتئاب ممتاز اكتئاب نوع من انواع الزهق، نوع من انواع عدم الاهتمام، كل الحاجات دي كلها بتؤدي للنقطه دي. طب هل الكلوسيز هينجح في قصه زي دي؟ هو الكلوسيز بيشتغل على تو ويز. إيه بقى؟ احنا عندنا فيتامين د وعندنا اوميجا 3، الاثنين مع بعض هم وظيفتهم الاساسيه ان تحسين مود الشخص او الاكتئاب او الزهايمر او الشعور بعدم الاهتمام او الخوف الغير مبرر. الحاجات دي كلها بتقلل من طاقتي، بتديني حاجات سلبيه في جسمي، فبالتالي بتخليني ما عنديش نوبات هلع. ممتاز. نوبات الهلع والكلام ده كله، دي نقطه. وبالذات بتيجي مع ناس كثيره، خلي بالك لما بيبقى في مرض معين منتشر في ناس كتير بتبقى في النقطه دي. ده غير ان الكلوسيز بيديني عن طريق الاوميجا 3 اربع اضعاف الطاقه اللي انا محتاجها جسمي. عشان كده في بعض الناس تقول لك طب انا هاخد الكلوسيز الصبح لان انا شغلي بيبدا الصبح على طول اليوم. دي نقطه كويسه وتفكير حلو قوي. وفي ناس بتقول لك انا هاخد بالليل لان انا فتره ليليه وببدا اعمل مجهود بالليل. مفيش مشكله، برضه هيفيدك جدا القصه اللي زي دي. فبالتالي لما بقول انه يتاخد هنا او يتاخد هنا على حسب طبيعه عملك، على حسب طبيعه عملك. بل ان انا حتى لو نسيت الكبسوله بتاعتي ان انا باخدها، لا انا اقدر اخدها في اي وقت من اليوم. ده سبلمنت طبعا، ممتاز جدا، مضاد حيوي. طيب قبل الاكل بعد الاكل هل يتعارض مع ادويه ضغط سكر قلب، ادويه حساسيه باخدها؟ لا يتعارض نهائيا. هل يتعارض مع ادويه الغده؟ لا يتعارض، بل ان هو كمان بالنسبه للحوامل يمكن دكاتره النساء دلوقتي بقى بينصحوا بيه بعد الشهر الثالث، بعد الشهر الثالث تبتدي بقى تاخد الكورس عشان البيبي ينزل المهيئ. مش حاجه خالص. أيوة. معروف دايما بيدي حاجات معينه. يمكن اطباق النساء والتوليد اكتر حاجه هم يعني يفهموا مني اكتر من نقطه زي دي. طيب لكن بعد الشهر الثالث هو محتاجين اوميجا 3 لتكوين خلايا المخ عند الطفل، محتاجين اوميجا 3 عشان خاطر تبدا تعمل شبكيه العين عند الطفل، محتاجين فيتامين د عشان يبدا يرسب الكالسيوم فيبدا الطفل يبقى قوي، مفيش هشاشه العظام عند الام. حاجات كتيره جدا من الشهر الثالث يا دكتور. من بعد الثالث يعني نقول اول رابع. ممكن اقول ان الطفل بينزل شبه مهيئ يعني المناعه بتاعته كويسه. انا عايز اقول لك ودي مهمه جدا. دي مهمه جدا، مهمه جدا صدقيني. انا بلاقيه من حاجات كتير وكتير قوي بقول حتى للامهات ده اول شتاء بيعدي على الطفل. صح. اول شتاء هو اللي اما هو اللي هيرسم الطريق، لا اما احنا اللي هنرسم له الطريق. الحديث بقيه ودايما كده يعني بستمتع بالكلام مع حضرتك يا دكتور مصطفى. انا بشكرك شكرا جزيلا. اشكرك. بشكر دكتور مصطفى حامد استشاري الأمراض الصدرية والبطنة والمستشار الطبي لشركة AMD. مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا وخلصت كمان حلقتنا في رعاية الله.